المدن الشمالي منطقة يقطن فيها أكثر من 700 ألف شخص، هي التي تحولت عبر السنين ملتقى المهاجرين من المناطق كافة. لم تجد منذ فترة طويلة من يلتفت إليها إنمائيا وبشكل جدي، فمعظم طرقاتها غير مؤهلة ومجارير بعض مناطقها على الطرقات. النائب سامي الجميل زار رئيس مجلس الأنماء والإعمار نبيل الجسر مع وفد من رؤساء بلديات المتن الشمالي ورفع الصوت عاليا ودعا إلى الالتفاف إلى هذه المنطقة المهملة في حين تنفذ مشاريع أقل أهمية في مناطق أخرى. اليوم ضيانة عم بتكب مجاري المجارير تبعها على الضيعة اللي تحتها، وهذا شيء خيالي. يعني ما فينا سنة 2011 نكون بعدنا عايشين بهذه الحالة. ما قدرنا عملنا شبكة مركزية أو محطة تكرير مركزية ببرج حمود، بدون عمل عدة محطات تكرير، ولازم الدولة اللبنانية هي تأمن صيانتهم وهي تأمن كلفتهم، لأنه البلديات ما عندهم الإمكانية يقدروا يتكلفوا بصيانة هذه المحطات التكرير. في طرقات أساسية أنت عم بتشوفي كيف بالسنة الماضية كمية الناس اللي عم تموت على الطرقات بسبب عدم تأهيل هذه الطرقات. وخير الجميل للدولة المركزية إما أن تقوم بواجباتها كافة بالتساوي وحل مشكلات هذه المناطق، أو السير باللامركزية الموسعة مما يفسح في المجال أمام المجالس المحلية لحل مشكلاتها بنفسها. بدنا ننطلق من هلأ وبالطالع لخطوات تصعيدية ولا مطالبة على صعيد كل المرجعيات، إن كان على صعيد الحكومة أو على صعيد رئيس الحكومة أو مجلس النواب والأعمار أو وزارة الطاقة والمياه أو وزارة الأشغال، بدها تتحمل مسؤوليتها، ورح نضلنا عم نتابع ورح نضلنا عم نراجع وصولا إلى مرحلة رفع الصوت على الأرض يمكن إذا اضطرينا ببعض المناطق. وقال الجميل وجدنا نية إيجابية لدى مجلس الأنماء والأعمار لحل مشاكلنا، ونحن لا يمكننا الاستمرار بالتفرج على تقاعس المعنيين سنة تلو الأخرى في ظل عرقلة الأمور.